تؤكد الزيارات المتبادلة بين القيادتين السعودية والمصرية على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وما تتميز به من تطابق في الرؤى منذ عقود من الزمن، آخرها زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر هذه الأيام. تأتي زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر لتكمل مسيرة العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين التي لطالما ضربت بجذورها في أعماق التاريخ لما يتمتعان به من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية تجسد ثقلها على الأصعدة العربية والدولية. وبالعودة إلى تاريخ العلاقات المصرية السعودية، نجد أنها ليست وليدة السنوات الأخيرة بل تعود إلى عقود من الزمان، حيث شهد البلدان عددا كبيرا من الزيارات المتبادلة، كان أبرزها زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى مصر عام 1955 وقع خلالها اتفاقية دفاع مشترك بين البلدين. وفي عام 1987 افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز معرض المملكة بين الأمس واليوم في إطار زيارته للقاهرة حين كان أميرا لمنطقة الرياض. وبعد توليه مقاليد الحكم توجت العلاقات المصرية السعودية بزيارة تاريخية للملك سلمان بن عبد العزيز أبرمت خلالها العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. عسكريا، تشهد العلاقات بين البلدين عددا كبيرا من الزيارات المتبادلة بين القادة والمسؤولين في كلا البلدين وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تهم البلدين. وهكذا تؤكد الحقب الزمنية المتتالية التي شهدت قفزات متسارعة في العلاقات بين البلدين أن ما أسس تلك العلاقات كان هو الإيمان الراسخ من قيادة هما بضرورة تفعيل أواصر الأخوة.